في كل مأساة إنسانية يظهر المتاجرون بالبشر ومصاصو الدماء والوحوش الآدمية. منهم هذه المصورة الصحفية المصرية اسمها نريمان المفتي، وهذه المصورة أقامت الدنيا ولم تقعدها في المغرب، لدرجة أنها أغلقت حسابها على إنستغرام مؤقتا إثر الهجوم العنيف الذي طالها. فما الذي حدث؟ ولماذا سأحذر كل الدول العربية من استقبالها؟ هي الجائزة الرفيعة. من القاهرة تنضم إلي الآن نريمان المفتي. أهلا وسهلا بك نريمان. عملتي إذن أنت كمحررة مصورة في العديد من التغطيات الصحفية في مناطق نزاع كأفغانستان، باكستان، وفي الشرق الأوسط، ولك العديد أيضا من القصص الإنسانية. قبل أن نتحدث، نريمان أيمن المفتي هي صحفية مصورة مصرية تحمل الجنسية الكندية وتعمل في وكالة أسوشيتد بريس منذ سنة 2011. عملت محررة صور للعديد من التغطيات الصحفية في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط. هذه الصحفية مهمتها هي البحث عن الأماكن التي توجد فيها المآسي الإنسانية كالمجاعات، الجفاف، الحرب، الأعاصير والزلازل، ثم تلتقط صور للناس، رجال ونساء وأطفال بدون إذنهم، وتبيع تلك الصور لأسوشيتد بريس أو لنيويورك تايمز. مريبة. فلما كان بيجي كنت فما الذي فعلته هذه الاستغلالية؟ سمعت أخبار زلزال المغرب فاشترت تذكرة طيران وسافرت مسرعة إلى هنا، ولم تذهب للمدن بل ذهبت مباشرة إلى القرى الفقيرة التي ضربها الزلزال، حيث أن الناس هناك نيتهم طيبة وهم كرماء ولطيفين ومحترمين، وأهم شيء أنهم أناس محافظين. ركزوا مليون سطر على كلمة محافظين. أولئك الناس لا ينوون الشر أبدا في أي غريب وضيف يأتي إليهم، دائما يرحبون به ويكرمونه، وغالبيتهم لا يقبلون أن يتم تصويرهم، بالخصوص الأطفال الصغار والنساء. فهذه المسألة بالخصوص تصوير النساء والأطفال، كنت أنا من بين الكثير من الصحفيين والمؤثرين هاجمناها بشدة. لماذا؟ لأن هناك بعض صناع المحتوى والمؤثرين الاستغلاليين ومصاصي الدماء هدفهم ليس الذهاب والمساعدة وعملية الإنقاذ وتصوير الأحداث، بقدر ما همهم رفع المشاهدات ورفع أعداد متابعيهم على الصفحات. شاهدوا هذا الفيديو. هذه الاستغلالية نريمان المفتي استغلت مآسي الناس في تلك القرى، وبحكم أنها مصورة صحفية متخصصة في صور المآسي والأزمات الإنسانية. أنت كمحررة مصورة في العديد من التغطيات الصحفية في مناطق نزاع كأفغانستان، باكستان، وفي الشرق الأوسط، بدأت تبحث عن أفضل لقطة لكي تقوم بتصويرها وتبيعها إما للسوشيتد بريس وإما لنيويورك تايمز. لتدخل إلى أحد المنازل، وما الذي وجدت؟ وجدت امرأة جالسة تقوم بإرضاع طفلها. وشوف النية يا سبحان الله، المرأة موجودة في المنزل لوحدها، وبحكم أن نريمان المفتي هي أيضا امرأة فليس عيبا أن تقوم بإرضاع طفلها أمامها ويظهر صدرها. فاستغلت طيبوبة تلك المرأة، وحين بدأت بإرضاع طفلها التقطت لها صورة غادرة. المرأة لم يكن في علمها أي شيء، لم تكن على علم بأن هذه المجرمة التقطت لها صورة، التقطت لها صورة وصدرها عاري، بل والأغرب أنها أظهرت وجهها. لتأتي المصيبة الأكبر
نشرتها في حسابها على إنستغرام. وهؤلاء الناس محافظين ولا يقبلون حتى تصوير وجوههم، فما أدراك أن تقوم بتصوير نسائهم وصدرها يظهر. وبيننا الأيام وسنكتشف أي من الصحيفتين ستقومان بنشر الصورة أولا. وعليه أنا أناشد المحامين الدوليين بأن يتدخلوا. متى سيتدخلون؟ حين يتم نشر الصورة. بعد نشرها للصورة في حسابي على إنستغرام انقلبت الدنيا عليها ولم تعرف بماذا ابتليت. انهمرت عليها تعليقات السب والشتم بكل الأنواع، لدرجة أن الناس أرغموها على حذف الصورة. هذا لم يكن كافيا، انتقلوا إلى صورها الأخرى حيث بلغ عدد التعليقات على إحدى صورها 20,000، لتقوم في النهاية بعمل هايد لحسابها. ولم تمر أكثر من 3 ساعات فإذا بي أكتشف أن حسابها لم يعد موجود. قام الكثير من الأصدقاء بعمل لي منشن في تلك الصورة، أنا لم يكن لي أي علم. دخلت فإذا بي أجد أن الصورة قد تم حذفها، والحمد لله أن إحدى المتابعات قامت بإرسال لي سكرين شوت قبل أن تحذفها. حسابها في إنستغرام لم يعد ظاهرا للناس، وأنا أعتقد بأنها قامت بإلغاء حسابها ثم ستعيد تفعيل الحساب. وحسابه على منصة إكس تويتر سابقا ما زال أيضا هو موجود، سأتركه لكم أسفل الفيديو أيضا. أنا أحذر أهلنا وشعبنا في ليبيا، لأن هذه الصحفية الاستغلالية من المحتمل أنها قد تسافر إلى ليبيا. لماذا؟ لأنها مختصة في الأزمات. وما هي الأزمة القائمة الآن؟ أزمة ليبيا. فمن الممكن أنها ستسافر إلى ليبيا لتجد ضحية أخرى وتلتقط لها صورة ثم تبيعها للسوشيتد بريس أو نيويورك تايمز. طبعا تلك الصور تكون بدون إذن صاحبها، ولو كانت بإذن صاحبها لما حذفتها. والمصيبة ليس بدون إذن فقط، بل لا تعطي أي مقابل لتلك الصورة ثم تبيعها للصحف بدون علمه، حتى يجد الشخص نفسه في غلاف مجلة. إذا كنت ليبيا أرجوك قم بنشر الفيديو، وإذا كنت سودانيا أيضا أنشر الفيديو، لأنها من المحتمل أن تأتي إلى هناك. أنشر الفيديو على الفيسبوك وإنستغرام وتويتر. إذا دخلت عندكم هذه الاستغلالية ستفضح أعراضكم وتبيع صوركم بدون إذنكم للأجانب. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. في النهاية أردت الدعاء لكل شهدائنا في المغرب في الزلزال وفي ليبيا في ذلك الفيضان المفجع. هذه رسالة للأصدقاء في ليبيا، ألم تركزوا في شيء؟ أن فرنسا وتركيا لم يكونوا أساسا مهتمين بمساعدة ليبيا ولا تقديم المساعدة لها. رأيتم كيف أن فرنسا وتركيا ملحين يريدون أن يساعدوننا نحن كمغاربة، في حين أن ليبيا غير مهتمين بها. لماذا؟ لأجل سواد عيوننا مثلا؟ لا، لأجل أهداف سياسية خبيثة، لأجل مصالح، لأجل تلميع صورتهم أمام الناس. والحمد لله أن الملك المغربي حفظه الله لم يقبل. I will be at the event with this person in Libya again. You promised me you were going to come to Turkey, so we will talk. I offered to come to see you, but you were not here. You were more than he did this time. You should be tired, so come. Okay? I will come. Take care. لماذا لم يقترحوا المساعدات على ليبيا؟ بالرغم من أن فرنسا هي من قتلت القذافي، وهي أكبر دولة ساهمت في تدمير ليبيا. ليبيا ليست دولة فاشلة، وإنما دولة تم إفشالها. والسبب، ليكون معكم صريح حسب اعتقادي، هو بسبب القذافي وبسبب عملته الذهبية التي كان ينوي أن يقوم بصناعتها. وهذا الموضوع سأخصص له حلقة خاصة، لأنه فعلا موضوع مثير. أرجوك لا تبخل بأن تقوم بنشر هذا الفيديو، أرجوك أريد صوتي أن يصل. شكرا لكم من أعماق قلبي.